هذا سؤال يقول صاحبه: هل يجوز شراء الديك الرومي الذي يسمونه التركي وأكله في هذا اليوم الذي خصصه الكفار لأكله، لأنه لا يكون متوفرا إلا في هذا اليوم؟ هذا لا يجوز، ولا يجوز أن نشابه الكفار في أعيادهم، سواء كانت الأعياد الدينية أو كانت الأعياد الدنيوية. لا يجوز أن نشاركهم في أكل هذا الديك الرومي، وهذا من مشابهة الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. الإنسان يأكل الديك الرومي في أي وقت، أما أن نأكله في وقت عيدهم فهذا لا شك فيه مشابهة. لكن لو أن شخصا يأكل الديك الرومي دائما يأكل الديك الرومي، فوجده يعني طازجا، وليس أنه أهدي له، لأنه إذا أهدي له هذا حرام. في هذا اليوم إذا أهدي لك ديك رومي أو في أي يوم من أعيادهم أهدوا لك هدية، فإن الهدايا لا يجوز أن تقبلها ولا أن تهدي شخصا في أعيادهم. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد جاء في تفسير السلف من ابن عباس وغيره: الذين لا يشهدون الزور الأعياد، أعياد الكفار، لأنها باطلة، الزور الباطل، وهي من الأمور الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوان، منطقة قيل بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيدا للمشركين؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين عيد، يعني عيد ديني وعيد دنيوي. هل كان فيها عيدا للمشركين؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند هذا الحديث بوب عليه باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يجوز أن نشابههم. لذلك لا يجوز لك أن تصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهي الصلاة لله عز وجل. لماذا؟ لأن في هذا الوقت يسجد للشيطان في هذا الوقت. المجوس هذه صلاتهم يصلون في هذا الوقت، وهي تغرب على قدم شيطان وتشرق على قدم شيطان. فلا يجوز لنا أن نشابههم ولو كانت الصلاة صلاة شرعية. الصلاة مأمور بها تنتظر حتى تغرب الشمس أو تنتظر حتى تشرق الشمس، ما يجوز أن تصلي وقت الشروق ولا وقت الغروب مشابهة للكفار وإن كان الصلاة شرعية. فإذا قد يقول شخص: أكل الديك الرومي حلال وفي أي وقت؟ نقول له: نعم، لكن ما خص في يوم من أيامهم أو عيد من أعيادهم فلا يجوز أن تأكله في ذلك الوقت. لماذا؟ لأنك تكون مشابها لهم. لو قال أن ما يأتي طريا إلا في هذا الوقت، نقول: هذه فتنة لك، هذه فتنة لك. والله عز وجل امتحن اليهود بأن الحيتان كانت تأتي يوم السبت شرعا أمامهم، تقفز وتمرح وتسرح، وأمرهم ألا يصطادوا في ذلك اليوم لأنه محرم عليهم. فماذا فعلوا؟ احتالوا، وهم أهل الحيل، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد واصطادوا يعني بينهما. وهذا من الحيل والتحايل، والإنسان ينبغي له أن يتجنب مثل هذه الأمور ولا يشابههم، ويأكلها في وقت آخر. الحمد لله الأوقات كثيرة، وهذه فتنة لك وأولادك ينظرون إليك، وينبغي لك أن تعلمهم. هذا ليس عيدا لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت لهم أعياد في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الله عز وجل أغنانا، وعيد الأضحى بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وعيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
الحمد لله أعيادنا طيبة ولا ينبغي إنسان أن يشابههم لا في هذه الأعياد ولا في غيرها ولا يأكل طعامهم. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في يعني مخالفة أصحاب الجحيم أن يعني أن أقل أحوال هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أن أقل أحواله أنه من الكبائر إن لم يكن أنه كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم يعني يفهم من هذا الحديث أنه يكون منهم، فأقل أحوال هذا الحديث أنه من الكبائر فهو محرم لا يجوز. طيب لو أودي لك ماذا تفعل؟ أتلفه، أتلفه، لا يجوز لك أن تستخدمه ولا يجوز لك أن تهديه لأحد، فإن كان مالا فاجعله في شيء ممتهن ولا تستفد منه ممتهن، يعني قال علماء مثل الفوائد الربوية التي دخلت في ملكك بغير إرادتك، أنك تستخدمها في أشياء ممتهنة مثل يعني مجاري، مثل إصلاح يعني حفرة في طريق المسلمين، أشياء ممتهنة، ولا ترجو بذلك الثواب من الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الأمور الممتهنة مثل أيضا يعني لو اشترى أدوات يعني تنظيف للمسجد لأنه لجميع المسلمين لا يكون لحاجته هو، ويستخدم أدوات تنظيف وليس في بناء مسجد أو بناء شيء في المسجد، لأن هذه من أطيب خالص أموال المسلمين ينبغي أن تكون. وكفار قريش لماذا بنوا الكعبة هكذا وما بنوها على قواعد إبراهيم؟ لأن نفقتهم قلت، وهم علموا أن الكعبة لا تبنى إلا بحلال أموالهم وما يستخدمون المال الحرام، وهم كفار، فلا يجوز أن تبنى المساجد بأموال محرمة ولا أن يفعل فيها بأموال محرمة إلا هذه الأمور الممتهنة التي قال العلماء، وليس أنه يدخل ماله ليأخذ مال ربوي حتى يعطيها، لا، لكن دخلت في ملكه بغير إرادته ثم ما رضوا أن يأخذوها فإنه يتخلص. والعلماء يقولون فرق بين التخلص وبين الأخذ، لا يجوز له أن يأخذ لكن يجوز له أن يتخلص، شيء دخل في ملكه فيتخلص منه، نعم، فهذا لا يجوز يعني فعله ولا يجوز طعامهم. وقد بيّن شيخ الإسلام أيضا رحمه الله أن الطعام الذي يصنع في المولد وفي البدع لا يجوز أكله، كما مثل الحلوى، حلوى تعرف أنها لا تطبخ إلا في المولد وفي موسم المولد، حتى لو كنت أنت لا تشاركهم في مولدهم أنت تشاركهم في طعامهم، وهذا الطعام خاص بي، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا ولا أن يأكل مثل هذا الطعام، والله عز وجل أحلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وكل ما بني على حرام فهو حرام وكل ما بني على باطل فهو باطل، نعم.